بالتأكيد درجة برضو قناة النيل الأزرق إنها تكون جزء لا يتجزأ في إطار التقدير والاحترام، يعني لشباب محبتهم للسودان كبيرة جدا، وكان من الواجب علينا إنه إحنا نقوم بزيارة لأسر الشهداء. الترويج أتمنى إنه يكون جاهز عشان أجي أنا أتكلم بشكل برضو مستفيض عن برنامج أسر الشهداء، حيكون إن شاء الله على مدار 4 أيام. نشوف ونعود من جديد. نستصحبكم في زيارة لأسر الشهداء، لوحة إنسانية تقديرا واحتراما لشباب محبتهم كبيرة جدا لهذا الوطن السودان. فوقنا في النعيم انا ربي ارضاني، جد نسيت كانت الزمان يا ريت يحضراني، كنت يوم انا ما خلاص انا ما بموت تاني. يما ليه وكفاية دموعي الغالية، ويما ليه أمي كيش استشهد كيش استشهد قلني بيقول تروم لما تعرف الزهر شوف بعيني. نفس الصفات في ولدي في ولد أختي، الاثنين صفاتهم قريبة على بعض. يوم اتصلت عليه انت وين يا ولدي انت وين، فقال لي انا قريب. اتفق عن جرحين لان بده بالنسبة لي اخوي صغير. فاحمد مشهود له بحسن الاخلاق، مشهود له بحاجات كثيرة جميلة شديد. الله اخر ايام كان دائما وحياة الله، يعني صراحة جد كان دائما بقول لأي زول اصحابه لي انا كان بقول له اوي يحفي لي. وابي قردة يعني فقده عظيم شديد، ما عشان انه اخوي لكن طلع انه راسه راسي برا في المجتمع وفي السودان رضا راسي جد. في الضيق ايامنا محسوبة، يوم كان حافوت ايامي مكتوبة، عشت بالآلام عشت مغلوبة. على مدار أيام عيد الفطر المبارك مشاهدينا نلتقيكم في حلقات مبادرة تقدير واحترام لأسر الشهداء، والحديث عن ذكريات شباب محبتهم زي ما ذكرت أنا في الترويج كبيرة جدا، وواحد مهما غالب دموعه لكن يعني بالتأكيد هم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. البرنامج من إنتاج الزميلة العزيزة سارة، وهي حاليا موجودة برضو معي وراء الكواليس، منتج بكرة العيد، ويتقاسم إن شاء الله نتقاسم أنا والزميل عثمان عشي طيلة أيام عيد الفطر المبارك حلقات أسر الشهداء. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرحمنا جميعاً.